بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل مع بعض برام رز ابيض بالبوش اللبن ومعلقه زبده. ان شاء الله ان شاء الله هيكون نجح جدا معاكم لو عملتوا اللي انا بقولكوا عليه بالظبط. طبعا خطوه بخطوه. اول حاجه انا غسلت اللبن وحطيته في ميه حوالي ربع ساعه. عندي وش لبن، طبعا ما عندوش وعنده لبن بس تمام. معلقه زبده، طبعا بقى لو انت مش حاطه وش لبن يبقى كتري في معلقه الزبده، لان الحاجات دي هي اللي بتخليه احلى. انا هصفيه الرز اهو من الميه، طبعا سيبان ميته عشان خاطر ما ياخدش مني سوا ويبقى طري وجميل ما يبقاش ناشف. احط معلقه الزبده وهحط وش اللبن وطبعا الملح، ده حسب رغبة كل واحد، بس الاحسن انتي تختبري وتتأكدي ان الملح بتاعك تمام. وش اللبن كان فيه شوية لبن صغيرين عشان كده فيه مية تحت، وهحط له لبن بقى سخن. الاصول ان انت بتحطي اللبن قد الرز، بس في البرام كتري اللبن شويه عشان خاطر ما يطلعش منك ناشف. سخن ليه؟ عشان تدوب فيه الزبده بسرعه وتكون هي اللي هتديلك اللون الذهبي على الوش. اهي هسيبها بقى هي تسيح مع نفسها، واحطه في الفرن على 180 من غير ما اغطي وشه. لو حبيت ان انا اغطي وشه في الاول بورق الومنيا يبقى في نص السوا اول ما يتشرب هشيلها عشان هو ياخد اللون. هوريكم بعد ما يستوي شكله عامل ازاي.